سؤال وجواب نتفقه والعلم يقين المسلم هذا مذهبه كي ينجو في يوم الدين. يريد أن يتزوج ووالده غير موافق. لماذا غير موافق على امرأة بعينها يعني ولا على الزواج بالكلية؟ إذا على امرأة معينة وهذا الشاب قال إما أن يتزوج هذه أم أنه لا يتزوج مدى عمره. هل يتزوجها بدون زواج أول أم لا؟ أمت الله إلى سؤالها الثاني، تقول شاب يريد الزواج ووالده يرفض أن يتزوج من هذه الفتاة التي أراد خطبتها، تقول بأنه قال لن أتزوج ما لم أتزوج هذه الشابة، تسأل عن حكم زواجه دون رضا والديه. الحقيقة أن هذه المسألة تقع ويقع فيها نوع من الإشكالات بين الوالدين و الأولاد. ليس الوالد أن يفرض على ولده الزواج من فتاة معينة، له أن يشير وله أن ينصح وله أن يقترح، لكن الإلزام مسألة زائدة عما للوالد من حق، ولهذا ليس له أن يفرض عليه الارتباط بفتاة معينة، لكن هو بالنسبة للولد الأولى له والأطيب أن يسعى لإرضاء والديه بما لا يلحقه ضرراً، لأنه إذا كان سيتزوج واحدة لأجل أن والده ألزمه بها وهو لا يحبها ولا يطيق البقاء معها فهو سيجني عليها في الحقيقة، وهذا حاصل. نعم. يعني تترتب إشكاليات كبرى على هذا الإلزام، فتكون حياة جناية على هذه الفتاة التي لم يقبلها ولم يتزوج بها إلا لإرضاء لوالده، ثم بعد ذلك لا تعفه ولا يعفها ولا يكون بينهم ألفة ولا مودة، بل هي باقية صورة بس على أساس أن الوالد هو الذي ألزمه بهذا. لكن ربما يا شيخ الوالد لا يريد أن يتزوج من هذه وأمامه يعني خيارات كثيرة، يعني إذا كان هناك يعني إذا كان هناك رفض لفتاة بعينها، إن كان هناك سبب واضح كأن تكون الفتاة سيئة خلق أو سيئة دين، فهنا ينبغي أن لا يخالف والده. أما إذا كان لا سبب وإنما هو فقط مجرد أنه يرغب في أن يزوجها ابنة فلان أو ابنة عمه أو ما أشبه ذلك مما يشيع في بعض المجتمعات، فهذا لا يلزمه طاعته فيه، لكن يحسن إليه ويحرص على أن يقنعه وأن ينوع في الأساليب حتى يقبل، ولعل الله أن يهديه، وأيضا يدعو الله عز وجل بأن يلين قلب والده. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.